ولمزيد من النقاش والتوسع والتحليل ينضم إلينا من الرياض الأستاذ محمد عمر المحلل الاقتصادي. أهلا بعد التحية سيد محمد. بداية، هذا النظام الذي استحدثته المملكة وسيدخل حيز التنفيذ في بداية العام القادم، يعني لم يتبقى على العام القادم سوى أشهر، هل هذا النظام الاستثماري الذي سيعزز من مكانة المملكة في الفترات القادمة باستثمار وجذب الاستثمار المباشر والمحلي وأيضا الخارجي إلى المملكة العربية السعودية في الفترات القادمة، هل هذا النظام قد يساعد لتحقيق الهدف المرجو من رؤية 2030؟ طيب، في البداية مساء الخير، وخلينا نقول أن المملكة العربية السعودية منذ إعلان الرؤية في إبريل 2016 وهي تخطو بخطوات ثابتة للوصول إلى تحقيق ملف الرؤية أو الوصول إلى رؤية 2030. بالطبع ملف الاستثمار وملف الاستثمار بشكل كبير كان واحد من الأركان الأساسية التي بنيت عليها برنامج التحول الوطني للوصول إلى رؤية المملكة 2030. خلال السنوات الماضية تحقق ما يقرب من 800 إصلاح اقتصادي كان الهدف منهم هو عملية جذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة العربية السعودية لتكون بيئة تنافسية للوصول إلى 100 مليار دولار حجم الاستثمارات المتوقعة الأجنبية سنويا في 2030. بالطبع احنا بنتابع كل ربع سنوي حجم الاستثمارات او حجم الرخص الاستثماريه التي تمنحها وزاره الاستثمار، الى ان وصلنا الى ما يقرب من 3197 رخصه استثماريه في الربع الثاني من 2024. بالطبع كان في عوائق كثيره جدا بتقابل اي مستثمر، وكانت الوزاره تقوم دائما على مقابله معياريه للوصول الى افضل ممارسه دوليه لتعديل القانون. وبالطبع تم اصدار القانون الذي سوف يدخل حيز التنفيذ بعد 180 يوم من الامس في الوصول الى افضل نظام استثماري يكون يخاطب المستثمر، سواء كان المستثمر المحلي او المستثمر الاجنبي. استطاع هذا النظام او سوف يطبق هذا النظام وسوف يمنح الحوكمة الكاملة للنظام الاستثمار، وقضى على العيوب التي كانت موجودة في النظام القديم، واستحدث بعض المواد التي سوف تحافظ على حوكمة النظام أو حوكمة نظام الاستثمار. سوف تعمل على جذب مزيد من رؤوس الأموال، سوف تعمل على تحسين البيئة الاستثمارية، سوف تحافظ على الملكية الفكرية وعملية التقاضي وعملية خروج الأموال ورؤوس الأموال بشكل سوف يحصل على جاذبية لجاذبية السعودية وتنافسية المملكة العربية السعودية للوصول إلى تحسين المركز، مع العلم أنها حصلت على أكثر من المركز 16 من 67 دولة في التنافسية الخاصة بأقصى تنافسية في العالم، ولكن السعودية تسعى والمملكة تسعى وحكومة المملكة تسعى الوصول إلى مركز متقدمة، بحكم أن المملكة العربية السعودية تحتوي أو لديها أكثر من 48% من الناتج المحلي الخارجي. المملكة تتمتع بالمناطق جغرافيا وحجم الاستثمارات الداخلية الكبير والموقع اللوجستي الكبير في الذي يربط قارات العالم. فكل هذه الأمور كانت يعني بوادر إلى وجود نظام استثماري يستطيع المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي الاستفادة منه والحصول على محفزات. بالطبع نحن الآن في انتظار اللائحة التنفيذية التي سوف تفسر كثير من البنود لهذا القانون، وبعد ظهور اللائحة التنفيذية. طيب سيد عمر، أنت كما ذكرت تفاصيل عدة، أن هناك أكثر من 800 نظام وإصلاح اقتصادي، وأشار إليها المهندس خالد الفالح في خطاباته بهذه الأطروحة من النظام الجديد للاستثمار، وسيساعد على تعزيز المملكة الوصول إلى الهدف والرؤية. ما هو الذي اختلف الآن من النظام السابق على حتى يكون في تحديث لهذا النظام الجديد، وتنافسية المملكة إقليميا يعني مع دول الخليج المجاورة، كيف يكون لديها رؤية في نظام تنافسي يخلق أجواء يعني تنافسية بروح يعني متحابة؟
بالطبع وجود الدول او الدول التي تقدم او تقدم حلول كثيره سوف يزيد من تنافسيه، والتنافسيه دي سوف تكون في النهايه لمصلحه المواطن والمقيم والزائر والمستثمر. فكل ما تدخل الدول سواء كانت الامارات او منطقه الخليج بشكل عام، الامارات وقطر والبحرين والسلطنه عمان والكويت مع الجانب السعوديه، كل هذا في مصلحه المقيم والمستثمر والمواطن والزائر كمان الى دول الخليج. نعم. دول الخليج من افضل الدول الان، افضل المناطق استقرارا على في العوامل الجيوسياسيه بشكل عام، او كمان ما يسمى بعناصر القوى الخارجيه او ما يسمى بالبيست اناليسيس. فنحن الان في تنافسيه في تسبب في مصلحه الجميع. على المقابل ان ال 800 اصلاح اقتصادي هم اصلاح اقتصادي قام من او بسبب العمليه الاستمرار التحسين المستمر التي تقوم به الحكومه منذ اعلان الرؤيه. ففي تحسين مستمر. النهار لدينا قانون خاص الذي اصدر الخاص بقانون العمل، لدينا قوانين وظهور وزارات خلال الفتره الماضيه لم تكن متواجده، ظهور المراكز والهيئات. فيوجد في على الارض المملكه الان قيام الحكومه بتحسينات بشكل كبير في النظام التنظيمي والنظام التشريعي والنظام البيئي او ما يسمى بالنظام البيئي للمملكه بشكل كبير. وهذا سوف او هذا ياتي الى مصلحه الجميع. طيب سيد عمر، كما ذكرت حضرتك وتبعنا أن الإصلاحات والأنظمة المستحدثة التي توفرها المملكة للوصول إلى هدف رؤية المملكة 2030 وجذب أكثر من 100 مليار دولار سنويا، وهذه رؤية يعني المملكة تسير فيها بخطى واضحة ومتوازنة، لكن ما الذي جعل أن هذا النظام قد يوفر باقي المستهدف للمملكة؟ يعني أنت تعلم لم يتبقى على 2030 سوى يعني سنة سنوات قليلة من السنوات الماضية التي مرت، ما هي التغييرات المستحدثة على هذا النظام التي بالفعل ستعطي الدفعة قوية لجذب استثمار لأرض المملكة؟ الواضح الآن إلى صدور اللائحة التنفيذية تم إلغاء رخصة الاستثمار واستبداله بالسجل الوطني. السجل الوطني سوف يسجل فيه كافة الاستثمارات، وإلغاء رخصة الاستثمار واحدة من أهم الإصلاحات، كانت واحدة من العوائق أمام المستثمر. فهم أصلا نظام الاستثمار في المملكة كان من الأنظمة الصعبة بعض الشيء. الآن يوجد ما لا يوجد رخصة استثمار في سجل وطني سوف يتم إنشاؤه. تم وضع في المادة الثامنة، سوف تقوم الجهة في المادة الثامنة بوضع الأنشطة التي سوف لا يسمح لها المستثمر الاستثمار بها إلا بعد حصوله على موافقات. تم وضع تحسينات في عملية خروج رؤوس الأموال والاستثمار وتصفية الأعمال، ودي واحدة من الأمور التي كان المستثمر دائما البحث عنها. تم وضع حماية للتحكيم وحماية للملكية الفكرية، تم وضع أمور كثيرة جدا سوف تفسر أو سوف تظهر بشكل أكثر أو أكثر في اللائحة التنفيذية لما تصدر. ولكن بشكل عام نحن نتحدث على النظام بشكل كبير، فدخول المستثمر بقى أسهل، خروج رؤوس الأموال بقى أسهل للمستثمر، المساواة ما بين المستثمر الأجنبي والمستثمر المحلي، وهذه واحدة من نقطة مهمة أهمة صحيح. جدا يجب أن نتحدث إليها. الآن في مساواة أمام التقاضي، أمام حقوق الملكية الفكرية، أمام المحفزات الاقتصادية والحصول على المحفزات الاقتصادية من الدولة، لم يعد في فرق بين المستثمر. وهذه إجراءات وشفافية من قبل هذا النظام الذي سيحدث تغيير في الاستثمارات. لكن عندما نتحدث سيد عمر، لما نقارن الأرقام يعني المستثمر الأجنبي والمحلي، نسبة الإقبال في الاستثمار داخل المملكة من قبل المحلي أكثر أم الأجنبي أو القادم من الخارج أكثر؟ بالوضع بطبيعة الحال نحن في عملية تحول الآن، فالأرقام لو احنا نشير إليها ما زال الاستثمار المحلي بالطبع، ولكن بالتحسينات لدينا زي ما قلت 3197 رخصة استثمارية، تم رفع ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي 61% من 2017 ل 2023 ليصل أكثر نحو 215 مليار دولار. فنحن نسير في اتجاه تصاعدي في الاستثمار الأجنبي مع متوازي مع الاستثمار المحلي بسبب التشريعات وبسبب المبادرات التي قامت بها حكومة المملكة خلال السنوات الماضية. فالآن المستثمر المحلي أصبح لديه مبادرات وتحسينات وبرنامج الرؤية، لدينا أيضا البرامج الأخرى للمحفزة لاستقطاب
رؤوس الاموال الاجنبيه واستقطاب المقرات العالميه للشركات العالميه التي بدات الان تنتقل الى الرياض. كل هذه الامور هي محفزات لخلق بيئه تنافسيه. نؤكد هو الدور المملكه الان حكومه المملكه هو ايجاد النظام البيئي. المملكه تعمل على البنى التحتيه يعتبر، ونتابع هذا عن كثب، من توفير مناطق حره اقتصاديه وتوفير بنى تحتيه تسهل على المستثمر الاجنبي ان يكون متعامل باريحيه واستدامه في ارض المملكه. لكن عندما نتحدث عن التغيرات والتحديات التي نواجهها على المنطقه، انت تعلم هناك تحديات عده تواجه المنطقه العربيه والعالميه بشكل عام. كيف المملكه هي مستعده بتحديد أنظمة أخرى حتى تستطيع أن تتغلب على هذه التحديات وتصل بالرؤية إلى مقرها أو إلى مكانها وبالمستهدفات المطلوبة؟ المملكة منذ إعلان الرؤية وهي تنتهج سياسة تصالحية مدت يديها للجميع. الآن المملكة لها علاقات في على مستوى المعسكر الشرقي والغربي، لدى المملكة أمور كثيرة في تنظيم الأحداث العالمية، وده هذه ثقة من اللجان العالمية لتنظيم المملكة سواء إكسبو أو كأس العالم، فكلها هذه مؤشرات تقول أن المملكة كموقع أصبح لها أو عززت من قوتها الاستراتيجية في المنطقة الخليج العربي. المملكة الآن عضو عامل وفعال ودائم في مجلس التعاون الخليجي، أيضا في مجموعات الاقتصادية ودخولها إلى مجموعات الاقتصادية في التحالفات والمعسكر الشرقي والغربي. الآن وصولها إلى إنشاء أو الوصول إلى إنشاء منطقة لوجستية في منطقة العراق وعند منفذ عرعر وأمور كثيرة من منطقة اللوجستية الخاصة التي سوف تجذب المستثمرين. فسياسة المملكة الآن واضحة جدا، هي الانفتاح بشكل أوسع وأكبر على المعسكر الشرقي والغربي، جذب المزيد من الاستثمارات، فتحسين البيئة الاستثمارية الداخلية، تحسين المؤشرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتقنية والبيئية. هذا واضح جدا في حصول المملكة على مراكز متقدمة خلال الفترات الماضية في مؤشرات عدة.